الشهداء الأحياء أخوة صلاح في طريق النضال الملتهب، خويا أحمد آل وشاح. أم صلاح اليوم تمثل كل الأمهات العراقيات اللي قدمن للوطن. سولف ويا أم صلاح وأبو صلاح. أولا أنا أعزيهم بوفاة أخونا صلاح الشهم أبو الغيرة اللي ما قدرت، أنا ما خلوني ربعي وإخواني ما خلوني أحضر الفاتحة وودعه لو أشيعة، لأن أمي يقتلوني وما أريد نضطر واحد ذولا السفلاء الجبناء، أريد إن شاء الله ناخذ بالثار. وهذا الدم دم عراقي، مو دم السفارات جابتكم ولا دم الدول الإقليمية اللي دعمتكم، هذا دم حر، هذا دم إنسان عايش ببسطية يعزل بسطيته يجي حاير يصفن بساحة التحرير، لأن ما شلون ياخذ علاقة جهالة وحاير إنه يفتح البسطية لو 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 يجي للساحة. صار 9 أشهر ما دافع إيجار، عنده 4 جهال، أمه مفجوعة، أم صلاح من ضمن 810 وسلتحق بهم صلاح 811 شهيد، أم مفجوعة على شنو؟ على شنو؟ لأن نريد كرامة، لأن طيحتوا حظ بلد عمره 7000 سنة يلعب به مقتدى وقيس وهادي اللي حتى شهادة ما عندهم الخونة. احنا ولد العراق، هذا بلدنا، هذا بلدنا، والله 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 ما نجرد، باقين وثابتين، واحنا مساريع استشهاديه، واحنا من طلعنا من 11 ما طالعين ما حاطين ببالنا نروح نرجع للبيت ولا حاطين ببالنا انه احنا نعيش، لا والله احنا فداء لهذا الوطن. لكن خلي يعرفون التحرير وولد التحرير وزلم الثوره متمثله بشعب عراقي كامل، طلع حتى يغير، طلع حتى يزيحكم، حتى يزيح كواتمكم. احنا 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 هالحياة مو نريد الوطن تحولونا مقابر لشبابنا، مقابر للشرفاء الابطال، المقابر الكم، الطمكم الطمعاركم والطم الجهلة، الجهلة اللي تستخدمونهم مخدرات وبفلوس وبغيره، ويقتلون يقتلون صاحب الشهادة، ويقتلون صاحب الفكر، ويقتلون الشريف، ويقتلون الشهم. والله كل واحد بتشرين صلاح وغير صلاح وكل اخواتنا استشهد، والله العظيم يسوع عمايمكم منيران العد، وين تطلع اللبنان اليمن ما اعرف وين بالعراق، تسوى عمايمكم عمامه عمامه، وتسوى سياسيينكم سياسي، وتسوى الدول الاقليميه دعمتكم، من ايران من اسرائيل من امريكا من كل الدول تسواكم واحد. اني اشكرك، هذا الكلام موجه الى يا كل أمي. القتله انت مو بس ام صلاح والى كل الفاسدين، هذا الكلام حصرا بالفاسدين، ابونا ابو صلاح ابونا كلنا انت، والله والله ما راح ما راح ما راح ما راح يهدى لنا بال، ولا راح نرتاح، ولا راح النفس هذا نشتمه بالقران اذا ما ناخذ الثار مربع ناخذ الثار. أنا أشكرك. مو بسلاح، احنا مو قتله، لكن هذا البلد عمره 7000 سنة. أني أعرف أنتم سلميون وستبقون سلميون ولا ترفعوا السلاح لأنكم تطالبون بوطن.